اليوم راح احكي لكم عن الريد كاربت. بدي احكي لكم شغله انا شخصيا فاجأتني. تخيلوا انه الريد كاربت موجوده من 430 سنه قبل الميلاد. كانت موجوده باليونان وهي اسطوره يونانيه بتقول انه الريد كاربت هي بس للآلهة، ولاول مره انسان بيمشي عليها كان القيصر لما رجع ربحان منتصر من حربه بترواده، فمشي عليها لانه هو ما بيصير يمشي على الارض اللي بيمشوا عليها البشر. وبعدين بعصر النهضه الامريكان اخذوها للريد كاربت، بس اخذوها بمعنى ثاني تماما. يعني بما معناه خلينا نقول انه صبغه اللون الاحمر هي صبغه كثير غاليه وبتكلف كثير، فمشان هيك كانت الريد كاربت قصرا على الرؤساء الاغنياء رجال الدين. ولاول مره تستخدم الريد كاربت كانت بالسينما، استخدمت بعام 1922 بعرض فيلم روبن هود بالمسرح المصري بلوس انجلوس. تخيلوا. وشو كانت الفكره منها؟ انه ليش الريد كاربت وقتها حطوها؟ كان طولها تقريبا المفروض يكون 900 يارد، لانه لا كان في سوشيال ميديا ولا كان في تلفزيونات، فكانت الناس ما بتعرف شيء عن الفنان غير اللي بتشوفه بالفيلم. فلحتى العالم تجي وتشوف الفنان بالحقيقه، فكانت تجي امواج من الناس تتجمع حوالين الريد كاربت، كانت تجي من كل انحاء العالم لحتى يحضروا هذا الريد كاربت ويشوفوا الفنان. ولاول مره كانت عام 1922 بينسأل الفنان عن شو لابس وعن المجوهرات وعن كل هاي القصص. خلصت هذا البارت اللي خلينا نقول معلومات عامة لازم لكم إياها. خلينا نحكي هلأ عن الفستان وهو الأهم بحديثنا اليوم. شو هو مواصفات الفستان؟ وإمتى الطلة، نحن ما بدنا نقول فستان، في طلة كاملة، إمتى بتكون الطلة ناجحة؟ الطلة هي عبارة عن عنصرين كتير مهمين ولازم يكونوا الاثنين متماهيين مع بعض تماماً. فخلينا نقول الفستان، شو مواصفات الفستان؟ الفستان لازم يكون قمة بالشياكة، رقي الكلاسي، قمة بالأنوثة، وبنفس الوقت في شيء غريب عم بيميزه عن غير فستان، عن غير فساتين. في شيء غريب هو اللي بده يخلي كل الكاميرات تترك كل العالم وتجي لعندكم. هلأ أنا ما بقدر أعمل فستان وبعدين فكر مين بده يلبس هذا الفستان، أنا لازم أعرف لمين هذا الفستان. فبدرس هاي الشخصية كاملة. مثلاً إذا عندي جسم حلو فبركز على الجسم وإنه أنا بدي القصة الحلوة لتأرجي قديش هذا الجسم حلو. إذا كان في عندي شوية غلط بالجسم كذا بركز إني أعمل فكرة غريبة أو لون غريب أو حركة غريبة بالفستان تميزه بدون ما يكون في تركيز على الجسم. هاي شغلة من الشغلات. وأحياناً بيكون في عنا مسج، خلينا نقول بدنا نعمل ستيتمنت على الريد كاربت. اذا انا المفروض هلا اهتم بالستيتمنت تبع اللوك مو بالستيتمنت اللي ممكن يعملوها للفكر، هديك حديث ثاني. لازم يكون في شيء مميز، لازم كل الكاميرات تترك كل الفساتين وتجي. هي هي الدراسه اللي بتنعمل للفستان ويكون هو مع هي الشخصيه يتماهوا مع بعض. هذا اول عنصر. العنصر الثاني واللي هو كثير مهم هي الفنانه نفسها. كيف بتفوت على الريد كاربت؟ قديشها واثقة بنفسها؟ قديشها هاي الفنانة قادرة إنه تعمل تشد هاي الكاميرات بثقتها بنفسها، بفكرتها، الطريقة اللي عم تعرض حالها فيها، طريقة البوزينج لما بتوقف تعمل هيك أو هيك، نظرتها لما بتحط عينها بعين الكاميرا مان وعم تقول له خدني بأحلى لوك. هدول كلياتهم كتير لهم تأثير. أنا إذا بعمل أحلى فستان بالعالم وبيلبسه حدا ما عنده هالثقة بنفسه، ما أنه واثق لهالدرجة بنفسه، عم تمشي هيك حاسة حالها ملبكة أو مترددة أو ما عرفانة تعمل بوزينج، حتى الفستان الحلو بيطلع بشع. خليني لكم وبصراحة أنه ملكة الريد كاربت بالوطن العربي هي الفنانة درة. الفنانة درة لبسوها فستان سادة ما إله فكرة، ما إله شيء ولا شيء، لما بتدخل على الريد كاربت المصورين كلهم بيتخيلوا انه هي احلى طله من الطريقه اللي هي الاتيتيود اللي بتاخده، البيهيفير تبعها، كيف بتتصرف، كيف بتطلع، كيف بتتحرك، بتشيل اي فستان. فخلينا نقول الفنانه درب، خلينا نحكي نحن لغتنا مصممين الازياء، هي بتاكل السجاده الحمراء،
بينما في كتير عالم السجادة الحمراء بتاكلهم، وهون بيكون الفشل. هاي وجهة نظري أنا بموضوع الريد كاربت والفساتين، وبعتبر كل فستان حالة خاصة وكل فنانة حالة خاصة. حكيت لكم عن التاريخ، هلا بدي احكي لكم شغلة تانية. شو رأيكم بالفلامينغو تبعي؟ ميتة عليه، لقيته أحلى شيء عملته، ما بتصدقوا قد ايه تعذبت أنا وعم اشتغل فيه، بس حبه كثير. ثانك يو، برجع بشوفكم بموضوع تاني.